يلا يلا معانا كابتن ياسر الكناني المدير الفني للمنصوره. مساء الخير يا كابتن ياسر والف مبروك. كابتن سيد، سعيد ان انا اكون متواجد معاك عبر قناه الاهلي، خالص تحيه ليك ولمشاهديك الكرام. ربنا يخليك كابتن ياسر، الف مبروك. يعني اولا فوز كبير جدا على فرقه ليها اسمها في الدوري الممتاز الداخليه، المنصوره صاحبه اسم كبير جدا طبعا في عالم كره القدم، وفرقه كبيره قوي وجيل كان رائع جدا سواء كان في التسعينات او حتى في اوائل الالفيه الثالثه، لكن في النهايه يبقى الوضع غايب عن المنصوره كتواجد في الدوري الممتاز. لكن بحييك جدا، بحييك على الشخصيه اللي عملتها للعيبه، بحييك للصمود ان انت تلعب يعني فتره طويله جدا بدون ما يخش معاك يخش في مرماك هدف، بحييك على الجول ده كمان، يعني واضح ان هو يعني اخطبوط لضربات الجزاء. والله كابتن سيد طبعا يعني في البدايه طبعا احنا بنمثل نادي كبير، نادي المنصوره ليه كيان كبير، النادي ليه تاريخ كبير، انما نظرا لوجود الانديه صاحبه الفلوس او الانديه الشركات او ايا كان، اصبحت الكوره الناحيه الماليه هي لها الدور الكبير. تلاشت انديه شعبيه كتير كان من ضمنها نادي المنصوره، وفي انديه كتير علشان خاطر موضوع الفلوس. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنحاول يعني من خلال الناس اللي موجوده كلها نرجع نادي المنصوره للوضع اللي بيليق بيه. نادي المنصوره نادي كبير، احنا في الدوري ماشيين بخطه ثابته بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا متصدرين الدوري مع فرق قويه وفرق عريقه، مجموعتنا صعبه جدا، نادي الرجاء ونادي طنطا وموجود الاولمبي، بلديه المحله، غرب المحله، دمنهور، اولمبي، مجموعه في منتهى القوه ومنتهى القسوه. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين بخطه ثابته، والكاس دي هدف لينا، هدف كنا ماشيين في خطين متوازيين في بطوله كاس مصر. البطوله الاولى ان احنا نقول للعيبه ان اللعب مع الدوري الممتاز كويس في حاجات كتير، بيعرضوا نفسهم في فيديوهات تحليليه، الشغل بتاعهم بيبان، بيبقوا ظاهرين بمظهر كويس، فعلشان خاطر تفضل موجود اون سبوت على طول او تحت الاضواء على طول لازم تتعب في القسم الثاني عشان تطلع للدرجه الاولى. ده كان الهدف الاول بتاعي. الهدف الثاني ان احنا بنجهز المجموعه كلها اللي هم بيشاركون في كاس مصر او مجموعه الناشئين، بندفع بمجموعه ناشئين بالتدريج واحد ورا واحد علشان خاطر يبقى عندنا بدائل كويسه، لان الفريق كويس والدوري بتاعنا دوري صعب، الفريق كويس اللي عنده بدائل كويسه يقدر يصنعوا فارق. خليني بس من خلال قناتك المحترمه ومن خلال وجودك كابتن سيد تملي باستمرار انت كساني الحق، اقول ان انديه القسم الثاني بصراحه مظلومه جدا جدا في بطوله كاس مصر، لان احنا بنلعب اولا احنا لعبنا اسبوع ثلاث مباريات متتاليين ادوار تمهيديه، ثاني حاجه القرعه مش فير خالص، ان لازم بالاجبار ان احنا نلعب نادي درجه دوري ممتاز. طب ماشي، ممكن يكون لاعب دوري ممتاز علشان خاطر الدوري الممتاز عنده لاعب وعنده كل حاجه ماشي، انما القرعه كمان لازم اجباري ان احنا اللي نروح لهم. خلي بالك يعني ممكن الانديه كتير عانت، نادي شبان هنا النهارده اللي كان النهارده شبان هنا بيلعب جاي قبل الماتش بثلاث ايام وتعبان جدا. ارجع للنقطه الاساسيه اللي معاك كابتن سيد اللي هي المباراه، الحمد لله فضل من ربنا احنا اشتغلنا شغل كويس. مهما كان احنا في فروق فرديه وفروق فنيه جماعيه من انديه الدوري الممتاز والدرجه الاولى، احنا اتغلبنا عليها بالتنظيم الدفاعي، الشغل كمجموعه. يعني انا كنت عارف ان الداخليه لها اسلوب معين ان هم بيستدرجوك علشان خاطر يبقى في امتحان في دارك. تملي باستمرار لو تتبعنا مباراه الداخليه هتلاقي نتائجها كويسه مع الفرق اللي بتهاجمها، الاتحاد راح يهاجم الداخليه كسبوا ثلاثه، المقاصه بيهاجم الداخليه كسبوا، انما الداخليه ممكن يكون متعود ان هو اللي يهاجم، فانا كان الاستراتيجيه بتاعتنا بتاع الماتش ان انا اجيبهم عليا وبعد كده ندور على الشق الهجومي. بمنتهى الامانه عشان برضو الكلام ما يبقاش كتير، احنا كنا كويسين في الشق الدفاعي، كان عندنا الشق الهجومي الى حد ما مش بالشكل المطلوب، ووصلنا للي احنا عايزينه. والاهم كمان ان احنا في الوقت الاضافي كانت اللعيبه واقفه على رجلها من ناحيه البدنيه على رجلهم، وده الناحيه البدنيه يعني مهما كان في فوق من الدوري الممتاز والقسم الثاني، انما اللعيبه كانوا واثقين. وانا كنت بقول لهم قبل ما نسافر كلنا متوعدين ومتعهدين ان احنا نعمل حاجه كويسه. يعني صدقني يا كابتن سيد انا ما بحبش اتكلم بعد المباراه لان نتيجه المباراه بتكون بلد، انما انا كنت قايل اللي مش جاي على اساس ان هو هيكسب ونصعد لدور 16 ما يركبش معانا الاتوبيس. كنت بحاول اثبت لهم يعني نستغل ان احنا نلعب دوري ممتاز ونأدي اداء كويس وبفضل الله نصعد علشان خاطر المكسب ده يدينا ثقه في المهمه الاساسيه بتاعتنا اللي هي الدوري القسم الثاني. طيب كابتن الحمد لله طبعا على كل شيء، وهارد لك طبعا للداخليه، لكن خليني اقول لك هل فعلا يعني اولا حارس المرمى سويه؟ عاطف نصحي ده يعني انا جبته من نادي المنيا بقاله سنتين، ده الجزء الثالث دي معانا عاطف نصحي.
عاطف فعلا صدق 5 ضربات جزاء في الدور التمهيدي، ولا دي ده كلام مش صحيح؟ احنا كنا احنا الادوار التمهيديه بتاعتنا كان النادي بالبيس، لعبنا بالبيس، بيس كسبناها 1-0، وبعدين لعبنا نادي شيكو كسبنا 2-0، ونادي نابارو لعبنا ضربات جزاء. برضه للمفارقه ان احنا ضيعنا اول 3 ضربات جزاء زي ما برضه او 3 ضربات في الجزاء في الداخليه. هو عاطف يعني عاطف صد 4 ضربات جزاء في الماتش الاول، صراحه صد 4 ضربات جزاء، وفي الماتش الثاني برضه صد 3 ضربات جزاء واحتفظ قائم. يعني صد 8 من اصل 9 كده، صح كده؟ هو لعب، هو مميز، وغير كده دي جديده دي سيد. وهو كمان يعني اداؤه في المباريات كلها على هايل هايل. كم سنه عاطف؟ 30 سنة وحارس كويس، بس يعني مش هيبقى حارس كويس غير لما يكون البديل بتاعه كويس، وانت عارف حاجة لازم يكون بديل كويس. انت شاطر يا كابتن ياسر، انت شاطر، انت عايز تكسب الناس كلها زي الفل. اتفضل حبيبي، خليني طبعا برضو احيي المدرب بتاعه، مفيش حارس هيبقى كويس غير بمجهود مدرب كابتن مدحت كامل، ادى ده كويس. والحارس اللي موجود معانا الحارس الثاني فتحي سلامة بمنتهى الامانة لا يقل عن عاطف. عاطف من يعني مش عايز اذكر لاعب بعينه، انما من خلال ال7 اسابيع بتاعنا هو يعتبر من احسن حراس القسم الثاني. وانا بحييك كمان على ذكائك، يعني حلو جدا ان انت تكسب الناس كلها وتكسب جهازك الفني وتكسب لعيبتك. بحييك كابتن ياسر، كل التوفيق ليك. شكرا ياسر الكناني، المدير الفني لنادي